منازل محروقة ومركبات معطلة، هذا هو المشهد في أغلب شوارع وأزقة الجانب الأيمن من مدينة الموصل. ارتكب تنظيم داعش العديد من الجرائم ضد المواطنين، قام في أيامه الأخيرة بجرد سياراتهم وكتابة حرف سين على جدران منازلهم في إشارة إلى امتلاكهم للسيارة وإجبارهم على إخراجها من المنزل ووضعها في الشارع لعرقلة تقدم القوات العراقية عندما بدأت بتحرير الجانب الأيمن. هذا حرف السين عندما كانوا الدواعش جو افتروا على المناطق كلها على كل البيوت، كل بيت بيه سيارة، عنده سيارة صاحب البيت يجبره أن يطلعها يخليها بالشارع ويكتب على بيته سين، حتى السيارة تبقى إذا يحولها بغير مكان يجون يحاسبوه. فبقت السيارات بالشوارع، صار انسدت الشوارع عندنا، فإحنا هم سدوها حتى إذا جات الدبابات أو هذه دخلت حتى ما تقدر تمشي بالشارع. لم يكتفي تنظيم داعش بهذا الإجراء، وإنما اتخذ العديد من منازل المواطنين المهجورة مصانع لتفخيخ السيارات أو مخازن للأسلحة، مما أجبر العديد من العائلات القريبة من هذه البيوت بترك منازلها خشية تعرضها للقصف الجوي عند تقدم القوات الأمنية العراقية، وفقد العديد من المواطنين منازلهم التي تعرضت إلى أضرار كبيرة. تركت البيت لأنه صرت في حالة خطر يعني، فاليوم وصلنا خبر بأنه انقصفنا، انقصف هذا البيت اليمي كان بمعمل ما التفخيخ وبيتهم راح وياه. مع انحصار المعارك في المدينة القديمة بالجانب الأيمن، يشير المسؤولون المحليون إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية هناك، وبالأخص بعد إطالة أمد المعارك وقيام داعش بإجبار العوائل على عدم الخروج والبقاء في منازلها لاستخدامهم كدروع بشرية. الموصل القديمة حقيقة إذا لم يكن هناك استعجال لتحرير هذه المنطقة فسنواجه يعني كارثة إنسانية حقيقية في هذه المناطق، كون اليوم الموصل القديمة حوصرت لأكثر من 8 أشهر، بالتالي يستلزم يعني اليوم القوات العمليات المشتركة أن تستعجل بعملية التحرير. بات تنظيم داعش محاصرا في المدينة القديمة بعد أكثر من 7 أشهر من المعارك العنيفة في الموصل بين عناصر التنظيم والقوات الأمنية العراقية التي استعادت سيطرتها على أغلب مناطق المحافظة. حميد زباري، الحرة، الموصل.